السلام عليكم. انتوا عارفين ان نظافة عش العصافير في فترة الصيف مسألة حياة او موت بالنسبة للقص الكبير او كمان للفروخ والزغاليل. مع ارتفاع درجات الحرارة يا جماعة، واحنا كلنا ملاحظين الارتفاع الرهيب في الحرارة، ان العصافير معظمها بتقعد في العشوش، ممكن تجنبا من درجة الحرارة العالية بتهرب جوه العش، او بتبقى انت مشغلها فترة الصيف، وده شيء طبيعي. ولكن دايما بنقوله لما بنحب نشغل العصافير في فترة الصيف لازم لها ضوابط، ومش اي وقت هتشغل فيه، وعشان تشغلهم لازم تراعيهم 24 قيراط. يعني في الشتاء لو بنراعي قيراط واتنين، في الصيف لازم تراعي 24 قيراط. من ضمن القرارات اللي انت اللي لازم تراعيها هو نظافة عش العصافير في الفترة الحرجة دي من فترة الصيف او فصل الصيف. درجات الحرارة المرتفعة بتسبب نشاط بكتيريا قوي جدا داخل العشوش، بتخلي في انواع كتيرة من البكتيريا تنمو. بنلاحظ ان في، يعني انا جات لي اكثر من حالة عصافير عندها بكتيريا هوائية، زغاليل عندها بكتيريا هوائية، الامتلاء الحويصلة بالهواء دي نتيجة نشاط بكتيري، ودي بتيجي كمان من قلة نظافة العشوش. فما بالك في فترة الصيف انت بتاكل اكل طري، لو طيورك بتاكل اكل طري، فبالتالي مع عدد وجود الافراخ اللي جوه العش بتزيد الراتي او الاخراج بقى بصفه عامه بيزيد، وبالتالي مع السخونه فبيتربى منه اجركم الله من الحاجات. انا حد بعت لي صوره عشوش عنده، بيقول لي الحقيني انا بفتح العش انا لقيت على العش الكائنات دي ماشيه. الكائنات دي ديدان يا جماعه، دود. طب قلت له طب انت معلش بتنظف العش كل قد ايه، او العشوش دي قد ايه؟ قال لي انا بنظفها كل اسبوع او 5 ايام علشان الفراخ اللي جوه، او اللي هي يعني الفراخ اللي هو اللي هو مش مصري، اللي الزغاليل اللي جوه ما تمرضش مني. فدي المشكلة، ان احنا معظمنا بيخاف على الزغاليل الصغنونة اللي داخل العش، فبالتالي ما بنفتحش العش نطمن ايه الدنيا ماشية ازاي. مع زي ما قلتلكوا في بداية كلامنا ان احنا بنأكل بعض الوجبات الطرية زي البيض، زي الغلة، الشعير، الكلام ده كله بتعمل نوع من التخمرات داخل الحويصلة والامعاء عند العصافير عندنا. فبالتالي اعزكم الله لما بتخرج الكلام ده كله عن طريق الاخراج، بتتكون الحاجات دي كلها وبتعمل جدار حوالين العش. احنا دايما بنلاحظ اللي لو جديده ما تاخدش بالها، ان العش لما بتيجي تفتحه تلاقي ماده لزجه كده على الجدران الاماميه في العش، ولو انت سايبها وقت طويله فهتمتد للداخل، ولكن في الغالب هي بتبقى على باب العش من جوه، وفي الطبق العش من اسفل اجزاء بسيطه قوي، والجوانب هي اللي بتبقى متكدسه بالاخراج ده. الاخراج ده يا جماعه لما بتسيبوه يوم والتاني في الحر اللي احنا فيه ده، على طول على طول من غير كلام هيكون لك حشرات وهيربي بكتيريا. البكتيريا دي هتلاقوا منها امراض رهيبه للعصافير بتاعتكم. فاول نصيحه بنصحها ليكم من خلال الفيديو ده النهارده، لو انت عندك زغاليل او شغال معاهم في فتره الصيف وابتدوا يطلعوا البيض فك، وبعد يوم او يومين حاول على قد ما تقدر ان من بعد يوم او يومين انك هتخرج، ودي طريقة بقى ان انت تحمي البيئة اللي فيها الزغاليل بتاعتك، عشان لا قدر الله اولا ممكن تجيلك قرفة من المنظر، يعني وهقول لكم ايه حلها. يا اما الزغاليل عندك هتبتعد عن الباب بتاع العش وترجع لورا خالص جوه في البياضة من جوه، ودي درجة حرارتها مرتفعة اكتر، وممكن الاهالي ما تخشش تأكل بسبب وجود الحشرات اللي موجودة داخل العش ده. يعني درجة ان ديدان عنده مشيت على العصافير وبقت على الفروخ وبقت على الاهالي، فانتم متخيلين الكارثة اللي هو وقع فيها دي. المهم فحاول على قد ما تقدر طالما بتأكل اكل طري ودرجة الحرارة عندك مرتفعة في المكان، انك لازم تغير النشارة على طول وتنظف العش على طول. بصوا انا قايله لكم من فترة ان انا شايلة العشوش، ولكن عندي اهالي تانية راقدة على البيض، فانا حاليا بنظف كل يوم، كل يوم بطلع الزغاليل دي حتى ولو صغيرة، بطلعها بحطها في علبة على حبة نشارة خفاف جدا، وباخد العش
يا اما باخده بغسله كله وبركب عش جديد. ودي بمناسبة الكلام ان انت لازم يكون عندك ريزيرف من العشوش، يعني يكون عندك عدد من العشوش اقل ما فيها. يعني لو بتربي قص واحد يبقى فيه عش تاني واحد، لو بتربي عدد من الاصول زي حالاتي كده مش اقل من 5 أو 6 عشوش لازم يكونوا عندك ستاند باي موجودين لاي حالة طارئة حصلت. ومن ضمن الطوارئ اللي ممكن تحصل في للطيور بتاعتك في ارتفاع درجات الحرارة بالذات، ان هو ان الـ الاخراج يكون مبوظ الدنيا جامد جوه العيش، عندك عدد كبير من الفروخ جوه فالاخراج بتاعها هيبقى كتير. مع الاهالي اوقات كمان ما بتخرجش ان هي تتبرز بره، فبيبقى العيش متبهدل. ففي الحالة دي بتعمل ايه؟ بتاخد بقى الفروخ الصغنونة دي بتحطها في علبة فيها شوية نشارة، وبعد كده بتشيل العش ده خالص، بتشيل العش بمنتهى الهدوء وبتقفل باب العش كويس قوي، وبتروح تجيب عش تاني انت مطهره ومعقمه وسايبه ستاند باي معاك. وبمناسبة تنظيف العش وتطهير العش العشوش اللي انا ببقى سايباها فترة، بصوا يا جماعة عندنا حاجتين هنا في القناة، فيديوهين مهمين جدا لازم تشتغلوا بيهم اليومين دول، فيهم تركيبتين ممتازين قوي. تركيبة للشغل اليومي ان بتشتغل كل يوم ازاي مع العصافير بتاعتك بالتركيبة دي، او على الاقل يوم ويوم، ولكن انا مع درجات الحرارة دي انا بشتغل بيها يوميا تمام. اوقات كتير عشان اريح نفسي، عشان انا الرش اللي انا برشه فيها بالمادتين اللي موجودين قدامكم ده اللي هو الايفرزين والاكتومسرين، دي نوعين من الادويه البشريه انا بركبهم على بعض باضافه نسب معينه وبضيفهم على بخاخه وبرش بيه العش اللي انا شلته تمام. بغسله كويس قوي وبعقمه بيه وبسيبه برشه بيه وعشان بكره اركبه تاني. انا ما بقلقش ان عصافيري تقلق من العش لانهم واخدين عليا واخدين على النظام دوت، فبهدوء تغير العش اللي هو متسخ عندك ده وتحط عش جديد. لو عندك درج بلاستيك اوكي ده نشتغل بيه، وانت مغمض شيل العش، شيل الدرج البلاستيك اللي موجود ونظف العش كويس وحط طبق تاني او اللي هو الطبق البلاستيك ده تاني ورجع الزغاليل فيها وانت مطمن. ولكن انا بالنسبة لي وفي عند هوا كتيرة عشوش اللي هي الادراج اللي هي الخشب المملة دي، فبضطر ان انا اشيل العش خالص عشان انا كده بعقم بقى، عايزة انظف العش لان ده خشب ما بينفعش فيه ان انا اشيله بسكينة المعجون وطهره بسكينة المعجون بس، الا اذا كانت نسبة خفيفة قوي قوي من الاتساخات فيه. ولكن اتساخات طرية واتساخات مبللة فلا، انا كده في الحر ده يبقى انا مجبرة ان انا اغير العش ومفيش منه قلق، بحط عش جديد ببقى مطهرة. وعندنا بقى العشوش اللي هي اللي انا شايلاها دي وبخليها ستاند باي بطهرها بتركيبة روعة ممتازة بتقعد معايا يمكن بال6 شهور ما بجيش جنبها، في حالة ان انا بس بسحب منها وبحط تاني للعشوش جديدة للعصافير ممكن ارشها رشة من الاكتومسرين والايفرزين مع بعض. ولكن تعقيم العش كتعقيم فترة طويلة وتعقيم المكان فترة طويلة وتجهيز المكان لفترة طويلة عشان امنع حشرات زي الصراصير زي الفاش مثلا زي النمل زي الكلام ده، عندنا تركيبة روعة بنصحكم بيها ان انتوا تجربوها، موجودة في القناة وتظهر في حرف الاي. التركيبة اللي هي في حرف الاي دي ممتازة جدا جدا، جربوها وعلى ثقة، بس امشوا بنفس الخطوات لسبب بس ان فيها لو ما مشيتش بنفس الخطوات اللي موجودة فيها التركيبة هتختل ومش هتندمج مع بعض، لان فيها مكونات لازم تضيفها قبل مكونات اخرى عشان تفتت الجزيئات الخاصة بالمادة الاولى علشان تمتص المادة التانية. معلش هي حاجة كده بس شوية مكلكعة شوية، بس انتوا هتفهموها مني في الفيديو اللي هو عن التركيبة الكبيرة دي. التركيبة الكبيرة دي ممتازة جدا. هنرجع تاني، لازم وانا يعني مش عارفة اقول لكم ايه، اللي عنده اي فروخ في العشوش اتأكد تماما، قوم دلوقتي وافتح العش وبص عليه، لو لقيت فيه اي حشرات او اي سوائل كده مبللة او اي حاجة جوه العش مش مظبوط، نصيحة مني ان العصافير بتاعتك الفروخ الصغيرة في حاجة صغيرة، نظف العش تمام، طهر العش تمام، وخلي العش دايما في مكان داخله هواء يعني في تنفس عشان يحرك شوية اللي ما يخليش البكتيريا دي تنمو بطريقة سريعة على طول. ومسألة النظافة اليومية دي اساسي للعش واساسي جدا جدا لطبق الطبق اللي هو في اسفل
اللي هو اسفل القفص لازم لازم تنظفه، لان ده برضو مع البلل اللي بيجي نتيجة المسائي العصافير لما مع الحر دي بتاخد من المية وتنطر على نفسها. لو نزلت المية دي على حباية واحدة من اكل انت مأكله لهم وجم كلوه، تأكد ان انت هتخش على معوي مع العصافير عندك. وبصوا بقى غلاسة الغلاسة في الحر ده كمان ان انا عالج المعوي. يعني انا بتمنى كده ان انت شيك اب كده على العشوش دلوقتي بعد ما تسمعوا الفيديو ده، اذا كنتوا بتسمعوه الصبح، واذا كنتوا بتسمعوه بالليل يبقى على الصبح على طول تقوم تشيك على العشوش عندك، وما تهملش وما تقولش ان انا منظف امبارح، نظف امبارح ونظف النهارده، وممكن تنظف مرتين في اليوم لو انت بتاكل طري كتير. وده دلوقتي المشكله ان انتوا بتاكلوا طري كتير، وانا باكل طري كتير طبعا، فبيحصل التخمرات دي. فمش عايزين بالله عليكم مشاكل وحاجات مقززه زي اللي حصلت مع الاخ ده. والحمد لله رب العالمين ان احنا جبنا عشوش وظبطنا المزرعه عنده تاني، والدنيا الحمد لله. هي بس مساله جاله تشوك وجاله قرفه من اللي هو شافه، ويعني الحمد لله ان ما كانش عنده فائد غير يمكن زغلولين بس ماتوا نتيجه الكتمه والحر جوه العشوش دي. فخلي بالكم من العشوش، العشوش هي مساله حياه او موت بالنسبه للعصافير، وهي كمان المصنع اللي بيطلع لك الفرخ الكويس من الفرخ الضعيف، فخلي بالكم من النقطه دي. الفيديو ده مهم، عايزاكم تشيروه على قد ما تقدروا. درجات الحراره مرتفعه جدا 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 مش طبيعيه، فخلي بالكم من العشوش اليومين دول، ودايما خلوا عندكم عشوش احتياطي. لا ربما عش يتكسر، انا لسه كان من شهر تقريبا عش جيت من بره لقيت الدنيا واقعه، السقف بتاعه القعر بتاعه ده كله واقع اتفك من المسامير، ولقيت حتى الفروخ بتاعتي الصغنونه للاسف كانت في الارض. ولولا ان ستر من الله ان انا عندي عشوش ريزيرف حطيت عش على طول وظبطت الدنيا. فدايما دايما نظفوا العشوش، خلوا عندكم عشوش ستاند باي موجوده، واستخدموا التركيبتين اللي انا قلت لكم عليها، هتاخدوا افضل النتائج من اليومين دول من الانتاج. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.